السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة جراسيك بارك والجزيرة الجديدة، جزيرة السلا. طبعا شو قاعد يقول؟ لحظة نسمع. شو قاعد يقول؟ ايوه شكله في مصايف في الجزيره هاي. هاي الجزيره الرابعه، جزيره السلامات، من وايد الحين وايد امور. عندي 6 مليون. لحظه، المساحه عندي محدوده وايد مساحه محدوده. ايوه هذا معناه سيدي لازم اطلع ديناصور غالي دايركت. سيدي رابتر ما بتفاهم. نباع على طول. احنا كنترول روم، ردوا هاي المهمه، طرش مهمة ثانية، نشوف الفوسل زمان. المهم احنا وصلنا للجزيرة الجديدة، والجزيرة الجديدة تعقيدات اكثر. احنا قاعدين نخطف الجزر لين نوصل للجزيرة الاساسية. على فكرة اخر جزيرة موجودة هي جزيرة الفيلم، بس للمعلومة يعني هي جزيرة الفيلم، وهي الجزيرة اللي يمكن راح نشتغل عليها فعليا اكثر شيء نحن. بس الحين احنا قاعد نشتغل على السامبلز بس. هنا كل شيء شبه جاهز، والوضع ما يطمن بخير ان كل شيء جاهز. ليش كل شيء جاهز؟ احس الوضع ها مقروش. الوضع يقروش. خلينا نحط لنا رينجر ستيشن، لان بعد المساحة محدودة يا جماعة. لازم اكون هني وايد سبيسيفيك، وايد محدد في المساحة اللي قاعد استعملها. لحظة، عندي ريسيرش انا سنتر هني؟ لا، اوبريشنز ريندر تيم، ابا اكون رينجر ستيشن ACU سنتر، لان سيدي اطلع ديناصورات قوية، ما في مجال للمزاح في اي شيء. اي والله ما في مجال للمزاح في اي مساحة هنا. على طول المساحة شبه غير كافية. هني لازم استغل المساحة اخر استغلال. لحظة، خلنا نسوي لنا شارع دايركت سب ستيشن كبير. ابا هني وبكنسل السب ستيشن الاساسي. اوكي، عاد 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 بيهم بي 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 بيهم كهرباء، بيهم كهرباء، مشكلة. انزل هني، بلاي ستيشن ثاني، نوصله في هذا كيبل. نبغى لحظة، هذا هنا. مين محطة الكهرباء مالي؟ هذه اوتج بروتكشن 3. نبا امبروفد اوتبوت 2 دايركت. هذه الجزيره وضعها مقروش، جزيره قروش هاي، ام جزيره عاديه شكلها. يعني اذا ما حسبت المساحه بالملي راح توهق. جزيره
تهجير وايد صغير، وحاطين لي دار عودكم. فحسب هذا الشيء انا نسيت طلعت منه رابتر. هلا المليون يعبرون البطن. لحظة ابجريد نبغى سكسس ريت 2، ابغى اخسر زيادة. هو كم 50 بعد ابغى واحد سكسس ريت 2 اند اتليست الحين المفروض اسوي قبل اسوي ديناصورات على فكرة 94% خلاص 94%. نحط لهم ذبيحة فرش، ما اظن انها المساحة تكفي رابتر. صعب تكفي رابتر، لكن انا بتخيل انها تكفي رابتر وبحطيها. اوكي تخيل انها تكفي رابتر، بس لحظة خلنا نشوف. ابغى اضبط على القياس، ابغى احط فيو بلاتفورم. محسوبة بالملي، هاي محسوبة عندي بالملي. نيو أيوة أعطوني واحد جديد. خلونا ناخذ همات، خلونا ناخذ همات لأن الوضع عندنا يا جماعة مقروش، الوضع يخوف شوي. بس لازم نجيب الحين فلوس. هذا فود، هذا الجديد، هذا مال الدي ال سي. سويت له ريسيرش من ساعة انا، انتم ما كنتم موجودين. نبات تريتمنت، لان اخر مرة انا توهكت في التريتمنت شوية. اوكي ونبا بلدنج، ما عندي شيء جديد. اعطوني دار الحمد لله بلاش، نايس. انزين نبى طرش اكسبيديشن على الصين. قلتوا لي انت على الصين حيت في الكومنت. استراليا فيها هذا مطرشين احنا صوب الصين، بس صوب ما في شيء ثاني صوب اللي ورا. ادريبكم الحين اول اسم في ريكوست يعني انا اللي اذكره. خلونا اذكر الاسامي. ريم الفهد هي بتكون رابتر، مالا كيوتي شوي. وين تعال 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 ان شاء الله ما تنقصني فلوس، بس لان استعجلت. هذا يا ريم الفهد، شو ما تقولي ما سمينا بس مش ديناصور. بروفيت بيرمننت ماينس 30,000. زين الحين لازم نحط شوي خدمات. الحين انا ما ابغى استعجل حلو، واكون ظالم الحديقة. هذا كلوث شوب حلو. مانجمنت فيوز عندي، هذا ما في كهرباء. خلينا نحط لنا سب ستيشن هني، تحطي لنا ميديوم ستيشن عند، قلت لكم هني ما في مجال حق اي مسحة. شوف عقب اذا في مجال حق اي شيء اني ادف اي شيء هني ما عندي مشكلة، بدف بيكون زين، بيكون وايد زين. الرابتر وينه؟ انا والله مخوفني الرابتر، انا بروح الرابتر بيسوي لي مشاكل. رابتر حيوان اجتماعي، يحب يكون مع الناس، يحب يكون، هذا هو محلاه، يحب يكون موجود بين الناس، يحب يكون اجتماعي، يحب يكون هالسوالف كلها. خلنا نشوف الكومنت سكشن. اوكي كومنتس يا كومنتس حبيبي يا كومنتس. زين
انزين بعد دراجمون انه اوكي احمد الغامدي على ديناصور احمد وين احمد الحين لازم تكتك لازم ابدا افتح الكومنتس واشوف كل شيء يعني اوكي استوى عندي تو رابترز ليش على طول تو رابترز ابى مصدر سياحي قوي شوي اوكي سمول باور ستيشن يبا ابلاي امبروفد اوتبوت ابجريد عندي امبروفد اوتبوت 2.0 بغيره 1.0 برجع اغيره 2.0 خلصنا المشن ثانك يو بخصوص حتى اللي قال لي مثلا انت عندك حلقه جديده مرتب حلقاتك ترى شوي اليوتيوب مرات ما ادري كيف يحسب عندك هو عنده كالكوليشن عجيب يسوي يحسب لي يقول لك هالفيديو والله ناقص ولا هالفيديو مكرر ولا شيء فاستوي اخطاء مرات فارد ارفع الفيديو اللي حذفه يوتيوب على اساس انه استوي اوكي بوبيليشن اوكي سوشيال اوكي كومفورت اوكي جراس لاند اوكي مشكلة هالجراس لاند ما اعرف كيف احط ديناصورات كبار الحين قاعد افكر في الديناصور والعود برقبة اني على طول احط لي برقبة اخر مرة انا حطيت اي واحد هذا صح هذا اصغر شوي بس هذا وايد جراس لاند يباله يعني يباله مساحة وايد اساس انه ندخل وبمليون ونص وهذا بمليون ونص هاي والله اغلى على الرابتر يعني ما فيهم حيلة الصراحة على السعر هذا الحين بدي ندخل ارباح دايركت انزين وين الكونتراكت لحظة ريكوست نيو كونتراكت لحظة انا بوصل اول واحد انترتينمنت بخلصه كيف بسوي كونتراكت جديد مع انترتينمنت اوكي حلو وعقب دقيقة بينا كونتراكت جديد ايه ندري بك هي المهمات تخليكم عايشين ترى فلا تستهين قوة المهمة شو ممكن تسوي لنا المهمة على اساس حطي لنا واحد من هاي لهني اوكي ونمد له شارع سيده مدري شارع سيدة يباله هذا باور بعد عندنا مجمع باور سب ستيشن امور طيبة يعني مش قضية بخصوص الفصل اللي هو يبا موجود شو يبا ما اعرف اذا موجود هذا يمكن محتاج ريسيرش اظني هي محتاج ريسيرش هنا ما راح اقدر الا اذا ركزوا معاي صالات جديده فعلى الحال هاي خلينا نطلع الديناصورات اللي نقدر نطلعها اداه نحن لين يخلص موضوع منه كالعاده تم ريسيرش 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 لين يخلص لحظه مش هذا نبغى الميديكيشن مالهم كوست ما عندي 500,000 اوكي انترستنج لو ادري ما بسوي ريسيرش بعد ثاني الصراحه على اساس اني اوفر من الكوست مال هذا فشو بنسوي الحين يسار الفوسل ما عندي فوسل حتى يا مال الفقر يا مال الفقر يا مال الفقر الصراحه هي. هذا الديناصورات اللي عندنا الحين فانا ما كنت افتح اي خير شركة نسوي لهم طاف خلنا نشوف يعني نبغى نعرف اي شيء عن الديناصور نبغى نسوي اي شيء ديناصور
التونة هني تحطون كله ما يا ليت في ماركو ولاندريد يفكنا، لانها كلنا احنا تقريبا مرينا عليهم. هذا ما اعرفه والله شو سالفته. طبعا في البعض يقول والله هذا الديناصور والله انت متعرف ولا غيره، تراني ياس استكشف اللعبه وانا العب، ما خسرت ولعبت اللعبه قبل ولا هذا، لا قاعد استكشفها على الطاير واحنا نلعب استكشفها وياكم نفس ما قلنا في اول حلقه. من الرابترز ليش ما حد يشوفه؟ جاي منخش على العالم الوسخ، والله منخش على العالم والله. انزين نبغى هذا نعطيه هنا. انا شو اسوي؟ ارفع نوع الكواليتي الوجبة وارفع سعرها، يعني بتزيد الارباح شوي، الارباح تكون على حساب الليون طبعا. لازم يستين نسميهم صح. هذا منو؟ لا شوف والله يستوي نسمي حتى المحلات هذا شوبينج بيكون جفتس. زين هاي ما نبغاهن، ديناصور جديد بوكلوبوسورس ما ادري شو اسمه. اوه طلع لنا برق جديد شكله فنان فنان. هذا برق كلهم اظن بعد نفس العائله الكريمه، يعني مش بعاد عن بعض وايد، كلهم يستوون حق بعض بطريقة أو بأخرى. زين نبا مطعم، أهم شيء في مكان كبر المطعم. نبا يقعد سيدة، نبا يقعد بطريقة أن بين أيوه اوكي انه بالضبط ينبو هذا رص عليه رص. ادري هني ما في يمكن مجال ابن شيء ثاني، بس خلهم مرصوصين، خل المحلات جنب بعض مره دايركت، خلهم عند بعض على اساس نسوي مساحه. مساحه هي نسوي مساحه حلوه. خل الدكتيم الحين برايا، خلنا نسوي لنا بعد محل ثاني، محل اللي كان يشتغل احيدا عندي. زين محل الثياب لو كنت معدلنا شوي هني بيكون جميل اكثر. حطينا محل ثياب بس ضروري، بس ضروري ايوه بس ضروري يكون المكان شو شوي مرصوص، لازم يكون مرصوص شوي عساس نقدر نرتب الامور، نقدر نرتبها شوي 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 نرتبها. نحن شو نبغى؟ نبغى انترتينمنت. تعال خلي اعطينا شيء زين. اوكي يبغى 300 قس. نحن كم عندنا الحين؟ اظني يعطي فوق اللي عندنا بشوي اصلا هو. طبيعي. زين بحط هالحديقة كل شيء عالي، اذا حطيت كل شيء على حسن المتوهق. هذا 20 درهم، ما عندنا وايد زحمة اني ازيد ازيد. زين ويردون يقول شغلنا زين يعني قاعدين نسوي شيء يعني، بس نبا هل نسوي سيرش هني. انزين بس مش مرتاح للمساحة هاي، احس يبالها شوي تعديل. اقدر اطلع شارع من هني اساس اسكر عليه شكله. لحظة ايه اقدر، بس لحظة اوكي لو بغيت امد شارع لورا اقدر امد شارع لورا الحين، او شارع الناس تمشي عليه بس. بس كمساحة ممتاز بيكون هذا، نفس الشيء هذا كذلك مساحة اضافية للناس
حلو لو كان في اللعبة شوي ديكوريشن، نقدر نحط كراسي، نقدر نحط شوي شغلات ثانية، كان بيساعد اللعبة شوي تطلع لفوق ولا ترتخي من هالناحية هاي. فبيكون وايد ممتاز. انزين، هذا لو كان ملي يمين كان بيكون ممتاز. هذه يبناس، اي يبناس يبناس يبناس، بس بدون اكشن يمكن يكون شوي ملل. خلينا نحط فيدر هني، لا مو منه فايدة فيدر، انا فيدر هني ما علمه منه فايدة، بس يبغى لنا فيدر عادي اذا بنحطه هني. قاعد اتشاور والله، فيدر هني لان هني اقدر استغل المساحة هني، طلع شارع سيدة، نحطي لنا شبك سيدة بالطريقة هاي من هني لين هني، ونسكر عليه لأن إذا مررنا قطار عقب فوقه بيفرق وايد. إذا مررنا قطار بيفرق وايد. هذا خلنا نطرش مرة ثانية هني، خلنا نطرش بعد واحد ثاني، ترسمن من زين. هذا بيكون الخطة المستقبلية من المكان. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، تعرفنا على الجزيرة الجديدة، ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير. وقولوا لي شو رأيكم في جزيرة أسرع هاي، لا تنسوا تكتبوا في الكومنتات شو رأيكم في أسرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.